خلاص يا فهد، جاتكم الإجازة اللي تتمنونها. انبسط يا عم، نشوفك على خير، مع السلامة. استاذ احمد اصبر اصبر، فين رايح يا ابوي؟ خليني اودع. حبيب قلبي حبيب قلبي والله افتقدك في الاجازه يا ابن الحلال. هذه حال الدنيا. اوف، اما ماشي دحين؟ اقول لك على طول سيده على المطار، ها رايح لندن ابوي، تخليكم خايسين في ذا الحر. اركد فديتك يا الفخم. طلبتك يا خوي، لا تنسان عاد من السنابات هناك. لا توصي انت وياها، اقول لك جاي معي شاحن متنقل، بوثق لكم كل اللحظات اول باول. بستمتعنا يا ابوي. اشوفكم. قفلت الباب يا ولدي؟ ايوه قفلته. يلا مشينا مشينا. يلا مشينا. إجازة بس. أيوة. 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 ما شاء الله شغالة في رابطة أنت. ها يبا، وين بتودينا بالإجازة؟ أبشربوا الخير أنا أبوك، أبشربوا الخير. والله سلمك الله، يطلع لك القرض على المعلومات اللي عندي هنا بدون بدلات، مبلغ 50,000 ريال. 50,000 ريال بس؟ نعم. عجيب والله، تدري عاد 50 50. صلح اوراقك. توكلنا على الله. أقول يا أبو عامر. هلا. متى تبون نسافر؟ لا تحجز إلا لما أشوف جدول المناسبات. أوه والله الشاي، جدول المناسبات. إيه جدول المناسبات. ها ولادة بنت أختي. أيوة اسمع، تحجز لنا بعد زواج جارتنا، لأن ماني بحاضرة عزيمة أم سعد. وش هالخرابيط؟ ليش؟ ما حضرت عزيمتي. والله الشاي. واسمع، أبي فستان لكل مناسبة، ما أبي أحضر مناسبتين بفستان واحد. سمعتني؟ جهز قريشاتك. اسمعي عاد يا مرة، أما شلتي هاللوحة وجدعتيها برا، ترى يا باخذها وأكسرها على راسك أنت وبنتك. سمعتي الكلام ولا ما سمعتيه؟ والحين نقدر نوصل للأسف، إذا جينا هنا يعني وصلنا. يا ابوي هذه الاجازه الكلام، ايش الوضع يا عيال؟ طيب وش رايكم نروح نكشت ونصور ونقهر ياسر؟ انت اهبل كشت في هذا الحر؟ وش رايكم نروح لدبي؟ اوف دبي يجي، بس كم القطه؟ ما عليكم يا عيال، القطه من 3000 ريال، كل واحد يروح لابوه ويحاول يقنعه، ونروح على موتري، وش رايكم؟ قدام. اتحداك يا ابو الفكر انت كفته. ياوا. أبويا أبويا أبي 3000 ريال، بسافر مع العيال دبي كم يوم. ها والسفرة اللي معانا تراها تفوتك. سفرات العوائل هذه مالي فيها، الفلوس اللي بتدفعها لي بس سفر عطني إياها. معصي سفرة مع سمر ودك هذا ما فيه. اذرب واخر على الوجه، اذرب اذرب. وش ذا الفوضى؟ وش ذا الحوسة اللي انتم فيها ذي؟ وش الحالة ذي؟ ابوي 24 ساعة بلاي ستيشن. طفى الله يهديك طفى. حول ولا قوة الا بالله.
خلهم يلعبون، ترى إجازة، وش تبيهم يسوون؟ بعدين وش صار على السفرة؟ نبي نسافر مثل العالم. عندي عمل، ما أقدر آخذ إجازة. نعم؟ يعني في الإجازة بنحبس في البيت؟ يبا والله طفش وملل. طفش وملل ليش؟ زي كل مرة، عندكم خالتكم سيروا عليها ولا هم يجون عندكم هنا؟ يبا إلا بيت خالتي، والله طفش وقلق. هي يا ابو اترك عنك ياسر سناباته، جاء على بالي نسوي هاشتاج سامج زي الهاشتاجات اللي تجي بالاجازه. ابيك تدخل تعزز لي وترتوت لي، نبي نوصل ترند كذا طناخه. ابشر ما طلبت شيء، بس ايش اسم الهاشتاج؟ ثواني وادخل على حسابي وتلقاه. وإجازة بس. أيوه. وإجازة بس. أيوه. إجازة بس. أيوه. إجازة بس. وإجازة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ملوح عليك سميتي، إيش بنات؟ يبا صديقات أمي وخالتي عندنا بيسهرون. يا كثر بربرة الحريم. أجل أنا بروح أكمل سهرتي برا لما يروحون وجهي، ما أشوفه شر. يلا ماله. يلا مع السلامة. يلا الحين رايحين مباراة، بصور لكم كل شيء إن شاء الله. شوف ياسر هو اللي عرف الإجازة صح، مو زينا يا كابتن. ريح ريح بس. أقول لك جيعان، كيف الفطور يا كابتن؟ أي شيء نطهمجه. والله يا خبر لك مطعم شكش عنده أحلى فطور بيعجبك. وديني وديني يا محلى دقة الشامة، من يديك شفتيني يا طائرة يا هليكوبتر. ها كيف الخوي؟ هذا لك اللي عبي البطن من الصبح. عفو عليك، الحين تجي أحلى نومة يا لد. السلام عليكم. السلام. في شاورما عندكم؟ شاورما الساعة 7 الصباح؟ يعني ما في؟ لا ما في شاورما الصباح. السلام عليكم. السلام. ابو عامر وش صار على سفرتنا؟ حجزت التذاكر؟ حجزنا التذاكر وكل شيء، حتى حجزنا كرسي عند الشباك. ايش تبين بعد؟ الله يعطيك العافيه. وش في وجهك؟ وش وجهك بعد تسالين؟ يبا يبا اليوم حفل تخرج صديقتي، وابي منك 2000 ريال. وشوله؟ وش وشوله؟ عشان اجيب لها هديه والباقي اجهز فيه نفسي، ولا اروح يدي فاضيه واتفشل. اوف طيب طيب يا خالد. هلا ولد، روح العبوا برا هناك. ايه ابو برا حر شمس. اقول لك انزل يلا روح العبوا برا بس يلا. ابو عامر ليه ما تشتري لهم بلاي ستيشن مثل عيال اختي ونفتك ونرتاح منهم؟ اللعبه هذه ما نبي جايبها. لا لا ايش ذا؟ الف وجهك زاد. ها؟ داني ويلبيك. أستاذ أحمد السلام عليكم. عليك السلام، هلا. مين معي؟ ما عرفتني؟ أنا زميلك في المدرسة،
مدرس الفيزياء ابو شوكوش. اوه عرفتك 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 يا رجال، طول الاجازه نسانا حتى المدرسه. كيفك كيف امورك وش مسوي؟ والله ابشرك الحمد لله مرتاح في ذي الاجازه، انام واصحى وارجع انام واكل لي لقمتين واروح اصلي وارجع انام، نعمه وفضل من الله سبحانه وتعالى. قل لي انت الان كم ساعه نمت ولا لسه وقت في ذي الاجازه؟ لا الحمد لله انا قضيتها سفريات، رحت الخبر، الدمام، الخفجي، الجوف، سكاكا، عرعر، ينبع، الوجه، العلا، املج. والله شكله عندك الفلوس زياده. وين الشنطة الثانية؟ ركبتها بالسيارة. وأخيرا بنسافر حظنا. إجازة بس. أيوه. إجازة بس. أيوه. إجازة بس. بس أقولها. بس سيارة بس يلا. أي سيارة بس. أيوه. سيارة بس. أيوه. سيارة بس. يلا 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 يلا. يلا يلا. ورحنا أبها والباحة والطايف وأمس وصلنا الرياض. وبكره طالع القاهره وشرم الشيخ. اقول لك انا اصلا ما جيت هنا اسوي ماركت الا بس عشان ام شوكوش هذه الا ابغى اقضيها، خليني اقضي هذه واروح انام. سلام عليكم، ماني فاضي لك. وين اللي يقول بسفركم بسفركم؟ اخرتها تجيبنا الاستراحه؟ عجيب والله، كل يوم طلعت الا السوق انت وانت شارين من الخواقين وتبين يبقى معي فلوس؟ حالة العياد اتحداك يا المصبح البطل. كم مستأجر الاستراحة؟ ها؟ برشلو يتحكم بالكوره بشكل سيء. برشلو ابويا. نعم يا حبيبي. اليوم ايش؟ وليك تسأل يا حبيبي؟ اليوم السبت ولا الاحد؟ اليوم لا هو السبت ولا هو الاحد، اليوم خميس. وتاني حاجه يا حبيبي، نحن في اجازه وتسأل على الايام ليه؟ ايش الاهبل ده؟ ما خلونا ننام ولا خلونا نرتاح، منهم عيال هذولا. عيال اختي ام ركان بينامون عندنا. عجيب والله، حنا ما تحملنا عيالنا علشان تحمل عيال الناس. مها يا مها. وش تبي في مها؟ هي في بيت خالتها بتنام هناك. عجيب والله، اغلكم مسوين تبادل، نص هنا ونص هناك. وبانسى اللي حصل وانا اليوم بستانس بستانس وبونسكم طق رقبه هزوا الخصر خلونا نسهر ونغني للفجر. الله عندي دوام الصبح. بابا يعني اجازه ونبي ننبسط انا والبنات مع بعض. من اللي عندك؟ صديقتي وامها بنت خالتي. ايه يبا صدق ما تعشينا، نبي عشاء. شي لاني ما عشيتهم. عشاء؟ ايه من عيوني الثنتين، ابشري. ربي يخليك يبا، تسلم. ابو عامر سلامات، شو جايبك في ذا؟ يا سلام، جايبني اللي جايبك، انت شو اللي جايبك؟ أنا جابني بنتك وصديقاتها اللي ما خلوني أرقد. لا إي هو بزرعك اللي عندنا اللي جننوني ما خلوني أنام أبدا. كلها واحد الدواء ده تدي لأولادك هينام 24 ساعة. اللي بعده عطنا منوم منوم الله يجزاك خير. عايز كم واحد؟ قوطيين قوطيين. يلا يا عم الله يرضى عليك. يبون عشاء ويبون يرقدون. تمام تمام.
تصير ان شاء الله حق الصبح. تمام، نوم العوافي ان شاء الله. نوم العوافي حبايبي. قال ايش قالوا بيسهرون؟ أجل أبشرك، جايك عيد الأضحى وجايتك المدارس، واستعد للصرف وللمقاضي. يا عين الله. يا رب يا رب يمدد الإجازة أسبوع بس. إيش يا ولدي، أسبوع أسبوع قليلة يا رب، يمددوها أسبوعين ولا شهرين كمان. بدايتها محاولات، ما أبغى أقول بقى فشل، لكن محاولات يتعلم منها الإنسان الكثير مرة أكبر مرة إلى أن يصل إلى النتيجة المرجوة اللي دور عليك بالفعل. طيب يعني المحاولات هذه هل شابها مثلا تشجيع من المحيطين؟ يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إنك ترحمني، إنك تروح بحالي، إن الدراسة ما تتأجل ولا تتعلق، يا أرحم الراحمين يا حلو يا كل الأرض. سلام عليك. عليك السلام. معك أبو شكش مدرس الفيزياء. طيب أنت مين؟ إيش بك تستهبل يا أبو شكش؟ أنا الأستاذ أحمد مدرس اللغة العربية. شكلك جديد. إيش فيك يا أبو شكش؟ الظاهر النوم لعب فيك أنت. سامحني يا أستاذ أحمد، سامحني. تعال نشوف باقي الزملاء. يلا خليني أتعرف. هلا والله بياسر البطل، توه تنور الرياض. عبد الله السلام يا صاحبي. الله يسلمكم جميع إن شاء الله. You know airport, you know London, go to school quickly please. الله يسلمكم جميع. الأمزح حمزح. اقعد يا البريطاني. بريطانيا الزبدة. والله سناباتك البطلة، انبسطنا عليها، بس ذبحنا الحر هنا بالرياض وانت فليت أمها. ها ندزها عيال. يلا مشينا. يلا مشينا. وين أبو علي الحارس؟ إيه الوالد توفى الله يرحمه. الله يرحمه. وأنت مين؟ أنا ولدها علي. قفلت الباب يا ولدي؟ إيه يبا قفلته. يلا مشينا مشينا. يلا مشينا. ما شاء الله يا علي، والله وكبرت ما شاء الله، لا إله إلا الله. لا أبشرك بعد زوجت. بعدي ما افتتح العروبة رحت على خريص الزحمات شارع عريض. الله يرزقنا ويرزقك يا خالة، بس ما لقيت إلا هذا المكان عند باب استراحتنا، ترى أنا طفارة يا خالة. يا خالة وش بهذي كأنها ما تسمع. عموما الله يعطيك الصحة والعافية ويرزقك من واسع أبوابه. لا بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. وش ذا يا ولد؟ كابوس؟ بسم الله.
وين راحوا ذول المبزرة؟ الو هلا عامر، وين رحتوا انتم؟ يا ابوي في المطعم عازمنا شكوش. طب ورا ما قومتوني؟ صحيناك صحيناك ما قمت. جيبوا لي عشاء وانتم جايين. طيب يلا يلا مع السلامة. ارحب ارحب. هلا بالحامل والمحمود. وهذا احلى عشاء لعيون العيال وخاصة لعيون الخاوي عزوز ونورت الرياض. والله عداك العيب، انا عارف انه قصدك العيال كمية وانا الاساس في العزيمة. صحيح اقصدك انت. حبيب حبيب، ريحة الغربية كده وحشتني يا ابوي. والله انه مكة تسلم عليك وتقول لك تعال اشرب من زمزم. يجي. اي والله فاتك الزملات الجديده والحركات البركات. اما والله نازل مزمار جديد حاليا في الاسواق. ايش راح يشتكي على اصحابه؟ راح يشتكي على اصحابه، قالوا له روح يا فقي بابو. يلا لا لا يلا لا لا يلا لا لا. انت وياه يا ابو يخلصوا كله سموا بالله، خلينا نروح الاستراحه نلحق على المباراه. المباراه بين مين ومين؟ يا سبك بين ريال مدريد وبرشلونه. دقيقه يا اخوان، قبل ما تاكلوا حلفت تيجوا مكه عندنا ارسلوا لي كلمي، بس انا ادق عليكم والله لا اجيب لكم قعود وجلوس ووقوف كمان. كبير سمي بالله. سلح. حبيب قلبي الدوري محسوم المدريد ما يبيلها واحد اثنين، وفي مباراه الليله ما راح يفوز برشلونة، بيدقونهم دق. يا ابو سر انت ومدريدك هذا، على فكرة ترى فريقكم يعتمد على الثلاثة اللي قدام، لو راح واحد تضيعوا. توقع الخاص رونالدينو حيسجل اليوم. طول عمري اقول عنك فقي، رونالدينو ساب الفريق من سنة جدي. الحين هي ورا ما تاكل انت؟ لا بس الحمد لله شبعت. يا ابو ايش بك كذا ما انت على بعضك؟ ها؟ لا بس يوم كنت نايم حلمت بحلم كذا يخوف، واحدة عند باب الاستراحة أقول لها وش مجلس هنا واخر عن الباب شوي، إلا انقزت علي وخنقتني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجال تعوذ من إبليس ما به لك الخير إن شاء الله، بس أنت وسع صدرك الحين. يا دم شواد إيش اللي قاليه؟ حرمة وخنقتني؟ خذ عبلات أدغاص وأحلام، أمشي نلعب فيفا كسر رأسك. خاصة وتعقب تكسر راس يا ورع. امشي الميدان يا حميدان اوريك انا الاحلام الحقيقية. يلا امشي. ايه بس اسمع انت وياه، جيم واحد خلاص، ترى المباراة بتبدا بعد شوي، اذا ما وقفت ولعب ترى بفصل ام السلك. يا رجال ذا حد مباراة واحدة. امشي امشي امشي. تعال اوريك. تضيع وقت حركات قديمة ذي. ها؟ الميدان حمدان، ما قلت لك اركض في ديتك الحين كرها وكسر راسك. امشي كره ابوها. هاي ايه تعال انت وياه وش تكرونها يا ابوي، المباراه بتبدا الحين. كبير شاشه بلونه الابيض بعيد عن ابيض السلام في هذه الليله، وبرشلونه بالوانه الكلاسيكيه في اشهر الليله الكرويه، انطلاق الكلاسيكو. يا ليل مره مو وقتي. ها يا ابوي شكله مندش، بروح اصلحه. دقيقة هو بس انت قول لي هو عربسات ولا لنسات؟ ناس سهيل سات. سهيل؟ ايه سهيل سات. ايه يا ابو فين حصل السلم؟ السلم تلقى ورا الخيمة. ورا الخيمة؟ شوف خمسة دقائق ما تصلح الا الدش انا مسؤول، اصلا في الحارس سموني عبد العزيز دشات. كفو والله. ايش ملك العفو حبيبي؟ اتحداك. دقيقتين اثنين وكون شغال. عيال تراه طول. يسموني في الحارة عبد العزيز دشات، واخرتها طلع سبك يا عيال. شكوش لا قم معي خلنا نشوف شو الوضع شو صار عليه. قدام يا ابوي. هلا والله بكفت البطل. اهلا. اي يا فقي عزوز. يا عزوز بيفوت الشوط الاول، اخلص علينا وش صار؟ فين ده؟ يا ابوي تدري امسك السلم هذا تطول و يد انتبه. عزوز يا ابوي مو في ذا. اما فين راح؟ سبده شوف انا بشوف المباراه من الفاضيله،
بصلح الراس، ابلف يمين يسار، انت تدخل جوا، اول ما تجيك اشاره علمني. يجي. وش الوضع؟ يا ابوي المهندس ياسر في السطوح، كلها دقيقتين امورك في السليم. كفو. وعزوز ويره؟ وش السالفة؟ تأخر ذا بعد؟ ما أدري عنه يا أبوي، غريبة. تدق عليه؟ ما يرد. وش الوضع يا عيال؟ قم 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 أنت وياه يلا. ياسر ياسر ياسر، وين راح ذا؟ هي هي هي، وش بك انت؟ سلم فين؟ هاي سلم، في سلم كان هنا. اقول بلا حركات استهبال ورعنا، انا ما نفاضي، تفهم ولا ما تفهم؟ وربي كان في سلم هنا، دوب ياسر قبل شويه قال لي امسك السلم، مسكت له السلم طلع فوق، يدوب دقيقه دخلت وخرجت راح السلم. يا راح السلم، ما في غيرنا في الاستراحه. يا عيال الوضع مو طبيعي، حتى ياسر ما يرد على جواله. الوضع فيه ان يا ابوي لازم نخرج من الاستراحه هذه ونشوف اي واحد مره يساعدنا في الهرج الحويصه دي. اقول لك بطني وش جاك انت؟ بروح بروح العمى. يلا رح انت الحمام وحنا نبي نجمع اغراضنا، تطلع وندزها يلا بسرعه بس لا تتاخر. يلا شوش يلا امشي امشي. ها وين اغراضنا؟ يا ابوي الوضع صار يوتر، فين الاغراض يا ابوي؟ الله ما ادري وش السالفه يا ولد. اهدى انت اهدى اركض، خلنا نركز يا اخوي. امشي 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 قدامي. عامر وش بك؟ سيارة ياسر. انا قلت لك الوضع مو طبيعي، انت ما ترد صدقني. طب اهدى اهدى يا شكش عشان نركز ونعرف نفكر بشويش. الحين انت يوم طلعت انت وياسر متأكد انكم لقيتوا السلم؟ تدري امسك السلم هذا بطول يدي انتبه. روح يلا. ايه ومتأكد كان في السلم وياسر طلع على السلم. طيب يوم طلع ياسر لقى عزوز فوق؟ عزوز يا ابوي مو في ذا. اما فرع مالك عزوز. هالوضع يخوف. اسمع حنا لازم نمشي الان، يلا اركب. تعال يا فقي. كيف نركب والمفاتيح والجوالات كلها راحت؟ امشي نشوف تاكسي ولا شيء. وين تاكسي تلقى هنا؟ امشي خل نروح للشارع العام. امشي امشي. هاي تعال كفته بالحمام. يلا رح نادى صفوا صفوا صفوا. مين يا عمي تستهبل انت؟ وجيت تستهبل؟ مو بانا اللي اسحب على اخوياي. يلا رح نادى بسرعه. انت روح نادي، انا احرس السيارات هنا. تحرس السيارات ها؟ تستهبل؟ شف اذا ما رحت تناديه ابى اعلم كفته او بعلم العيال كلهم انك انت الخمر. بس تعال معي يلا. هيا روح امشي. خوف. كفتة يا كفتة اخرج، الله يمتحنك يا فقي. كمل في بيتكم. كفتة كفتة يا ابو الكفاتي رد يا هو. يا ابوي الادب حاله حال ياسر، ارحم امك خليني امشي، ترى مو قادر اشيل نفسي. اصبر اصبر انا بسوي حركة بس عشان اريح ضميري واخرخ شوي. يا ابو ضمير انت الان كل اليوم تختفي، خليك. شو السالفه يا ولد؟
أرداد! أرداد! الباب قبل أرداد! أنا حبسنا! خلي كفتي ينفك! إيه! مو بوقت محاسب الحين! مو بوقت محاسب! خلاص! اهدى اهدى! كيف نطلع؟ أنا أعلمك! أبا أحط لك يديني وتقمز من فوق الثلاجة وتطلع فوق المكيف! يلا همش! ما أقمز! ما أبغى! كيفك أجل! أبا أخليك هنا في الاستراحة وقمزني أنا! يلا. طيب يلا حط يدك! يلا أخلص أخلص! بسم الله! شكوش! شكوش! وش أنا مسوي؟ فكر أنت يا! هاي! فكري! فكوني! بسم الله الرحمن الرحيم. وين أنا فيه؟ لا تتكلم يا لوح إلا لما أسألك، من تفهم ولا لا؟ إيش فيه؟ مو بعاجبك المكان يعني؟ لا عاجبني، عاجبني بس كتمة شوي. كتمة؟ الكتمة الحقيقية لما أشوف الموت طالع من عيونك. لكن في حالة واحدة، إذا سمعت الكلام وجاوبت على كل الأسئلة ولا تراوغ لا يمين ولا يسار، فهمت ولا لا؟ فهمت فهمت. بس يا لوح مستعد أعلمك كل حاجة لو تبغى تعرف بيتنا وين وأهلي متى يخرجوا ومتى يرجعوا ولو تبغى الذهب حق أمي والمفتاح السبير حق أبويا بس يرحم أمك فكني وشي العصاية هذه يا أخي أنت تعجبني على أنك عبيط وأهبل وفوق هذا أنك لوح بس عاجبني بس يا لوح انت وياه لا تضحك لا عندكم حمام اقول قديمه الحركات هذه يلا اخلص علينا وقل تكلم اقول لك جيبوا لي الحمام هنا ولو ودوني هناك عند الحمام ما اقدر اتحمل ايش الريحه المعفنه هذه يلا تويه شيلوا شيلوا طلعوا برا يلا يلا برا لا 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 تصارخ الله يحييك نعم نعم ايش قلت اقصد لا 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 تصارخ عشان احبالك الصوتيه ما تتجرح وكذا وانا بجاوبك على اي شيء تبغاه ان شاء الله اقول اخلص تكلم يلا تكلم بتكلم بس خشمي يحكني شوي ايش قاعد تسوي انت أبحك خشمي طيب الله يطول عمرك أقول أخلص تكلم أخلص بتكلم الله يطول عمرك بس ترى ما لها داعي التربيط هذا والجلد والأشياء هذه وتكفى وخر عصاتك شوي ترى الشيطان شاطر أنا الشيطان بكبره والله ما تكلمت لا سددك لكمة على وجهك لا نسيك حليب أمك حسبي الله عليك حسبي الله عليك وين بتروح من دعوة المظلوم الله يسلط عليك يا رب الله يسلط عليك ايش قلت لهم؟ اعطيتهم معلومات غلط. وانت؟ انا كبيت العشاء. لانك وجه نكبه. يا ابوي ايش اسوي؟ شفت الموت قدام عيوني. اصلا ما تفرق. لان اغراضنا معهم وجوالاتنا معهم ويقدرون يوصلون لكل شيء. يا عيال احس ان نهايتنا قربت. احس اننا ما احنا طالعين من ذا المكان. لاننا دليل عندهم ولازم يتخلصون منا. حللوني. سامحوني يا عيال سامحوني مستحيل يا اخي لا تقول كذا يرحم امك لا تقول كذا ترى باقي لنا شويه امل نطلع من هنا لا تدمروا والله وهو صادق شكش يا الله يا رب انك تطلعنا من هنا سالمين غانمين يا الله يا رب انك توخر عنا ذا المصيبه يا رب
من عرفت نفسي وانا احب الدم، ولا ارتاح الا لين اذبح واحد ولا اثنين. لكن معاكم انتم ما قدرت اتعامل معكم مثل اي ضحيه من هالضحايا. عارفين ليش؟ لانكم مبزره. واحد يسويها على نفسه، والثاني مهايطي، والثالث يبكي، والرابع سرواله مشقق. عشان كذا انا قررت اني ما اذبحكم، لكن اللي بيذبحكم جمايكا. جمايكا شوف شغلك. ضحكت عليكم، ما كلفتكم من الاستراحه، من الالف للياء كله مصور في الجوال. فضيحتكم بجلاجل هنا المقلب والله خلاكم تبكوا بكاك. قفتة ما ادري هو شغلك سويتها تحتك. والله نشفت البركه وانا الضفادع خلاص كل هنا مسجل. فضيحتكم جايه. تعالوا يا اللي سمت عليهم تعالوا. دقيقه قبل ما يقول اخوان تكفون طلبتكم يا متابعين، ابغاكم تضيفونا على قناه اكس واي زد. قول ابوكم ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. هنا تاكل خشب خشب، هنا تسمع طرب طرب، هنا تاكل خشب خشب، هنا تاكل مقلب مقلب، هنا تاكل مقلب مقلب، هنا تسمع طرب طرب. هيا خليك يا عمري تشكوش يا ريما يا ريما يا ريما يا ريما يا ريما. اركب هديتي يلا سرعة 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 صديق. يلا شوف هذا أغراض غرفة شيل كله، هذا حق جده أنا موت الله يرحمه الله يرحمه. ما في مشكلة، أنت شيل ودي بيت أو ودي حراج شيل فلوس ما في مشكلة، بس أنا يجي بعد ساعة هنا حصل واحد نفر في مشكل كبير. أوكي معلوم بابا. يلا طب بيجان سارة سامان نكاله جلدي يدرسي سامان نكاله. ما خلصتوا انتم؟ وش تسوون هنا؟ اوف خلاص صديق خلاص، انا ما ابغى شغل. يلا روح روح انت يلا برا برا برا. يلا انت كلام شيل كله اغراض، انا دحين لازم شيل صندوق. اتحداك تشيل الصندوق يا ورع على كيفك. هي يا للام الاستقعاد بثر انت. يلا توكل على الله. خذ هذا فلوس صديق، ها هذا فلوس امسك. يلا 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 لا تقعد تنظرني انت. خذ هذا المشتل. خذ يلا يلا. هلا والله بالصندوق البطل. اتحداك يا شيخ العب. لحظة هذا قاطع 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 قاطع. شنو قاطع وش اللي قاطع وش اللي قاطع؟ قطعت انا؟ لا مو قاطع مو قاطع. ايوه تعجبني حتى خويك. شوف انت معي انت معي انت. قم اطلع برا عندي اجتماع سري مع العيال. ما هو؟ شو تطردني؟ يا حبيبي ما طردتك ولا شيء، قلت لك اجتماع خاص. يلا شخرج وهتندم يا شيخ. انقلع بس الله سك الباب وخذ نعالك. خير ايش فيك انت خرجتنا داي داخل وتمشي الرجال في شيء؟ خير يا عيال، الموضوع هذا مهم جدا واحتاج صمله منكم ووقفه رجال. انتم معي معك يا شيخ. روح كفو. ابشر بسعدك يا اللي فتحت الوصيه. كتابي هذا يدل على كنز، والحظ لعاندك يوم وحق لك ايام. راح يم المزرعه الغربيه بها بير دون سورها الشمالي، انزل فيه وتلقى لزومك. كنز كنز يا عيال كنز. ايه كنز، وهذه الوصيه لقيتها ببيت جدي. طيب اذا لقيت الكنز من اللي بياخذه؟ يا مخ اكيد هو اللي محصل الشيء ذا. اصلا لو اقدر اروح اخذها لحالي كان ما عبرتكم سحبت عليكم، بس الموضوع صعب. المزرعه تبعد عن الرياض 40 كيلو ومهجوره لنا سنين ما رحنا لها. طيب انت تدلها تدل المزرعه ولا مدرع مع لحماها؟ ايه ادلها كفو، بس الموضوع صعب يا عيال، يبي له تعب ويبي له جهد. واذا رحتوا معي ووقفتوا معي
أبعطيكم نصيب من الكنز. كفو يا حامي، كبير كبير يا شيخ. كفوكم الطيب. عطى عطى. جيدة جيدة. يا حي الله بالشيخ عامر، يا مرحبا وسهلا. تو المجلس منور بوجودك يا شيخ. يستاهل عطى. الرجال اللي عنده قصيدتن يقولها يا شيخ. أنا 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 أنا. خله يقولها. جلسة مع الكفو تسوى ملايين، ولا الزرايب ما منهم رجال كنز الله. يا كذاب يا حرامي، هذه شيلتي حقتي، لعدت سرقها. تفهم ولا ما تفهم؟ مشكلني حبك يا روح الروح، مشكلني واتعبني قلبك مع الحساد اتعبني. يا ما نصحتك وقلتك كانك تحبني، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. الو، هلا هلا حبيبي. ايه اسمع، لا تكثر بربرة. اسمع، جهز لي الطيارة الخاصة حقتي وشغلها لين تحتر وبجيك الآن، وجهزوا السيرفس. قرب قرب يا ولد، الحق ما تلحق. البليلة، ايه البليلة، بليلة يا بليلة، بليلة يا بليلة، الحق يا ولد الحق. الزين عندنا والشيل حوالينا، الحق يا ولد. وين البير؟ وين؟ هذاك هو يا عيال. يلا يا شكش، شكلك كده سبايدر مان، طب وزحلك. يلا يا بطل. ولا يهمك، من عيوني أسري. لا الكنز حق جد عامر مو حق جدي. لا حد يناظرني، ها انا والله ماني في السباحة، ولا كان طبيت محافر صراحة. يا سبق البير مهجور وناشف، لكن خلكم انتم الورعة، خلوها علي يا عيال. بسم الله. ما لقيت الكنز يا عيال، بس لقيت الورقة دي. وقف عندك انت وهو، بتعملوا ايه هنا يا حرنش؟ منك ليه ليه ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا يا عيال؟ هذا شكله ساحر. ساحر مين يا مجنون انت؟ انطق يا ولد وقول، بتعملوا هنا ايه بين مضربكم بالنار كلكم؟ يا ابن الحلال، ذا جده مات وقاعدين ندور الصندوق حقه. صندوق ايش؟ احنا ما عندنا صندوق. قابل انت. ايه يا عم الحج، هذه مزرعة جدي، وانا عامر ولد ابو عامر. عامر ولد ابو عامر، حقك علي، اللي ما يعرفك يجهلك. انا حارس المزرعة اللي جنبيكم، والمزرعة دي مهجورة من سنين طويلة، ما حدش حيجيها. واول ما سمعت الصوت استغربت، عفريت دي ولا حرامية؟ حرامية وش بيسرقون؟ سعف النخل ولا ثعابين؟ الزبدة، لا حد يدري ان جينا المزرعة. تفهم ولا ما تفهم؟ كيه، حقك علي. يلا عيال للزينة. يلا هبشر بالخير، واصل طريقك، وباقي العلم تلقاه في بندق حمد المنفهد، منقوش عليها اسمه. اكسرها وينكسر الشر وينفتح لك باب الخير. يا ابو ايش المفهز ده؟ عامر، أنت ما تعرف أحد بالاسم هذا؟ لا،
أول مرة أسمع، بس مالكم إلا اللي يجيب العلم. يبا من هو محمد المنفهد؟ وش جاب طاريه وأنا أبوك؟ لا بس قد سمعت جدي الله يرحمه جاب طاريه بسالفة. الله يسكن أجله. يا الغالي حدد وضعك، تضحك ولا تصيح؟ لا والله الله يملك ارتزم جدك، جاء على بالي وياها الحلوة. الله يسكنها الجنة ويرحمها والدينا والديكم. الله يرحمه الله يرحمه. نرجع لموضوعنا. حمد المنفذ هذا صديق جدك الله يرحمه. ما شاء الله المنفذ هذا أرزقها الله وجمع مالا كثير، وتوفى قبل 10 سنين ورثه ولده أبو طلال. الشيخ أبو طلال ما غيره؟ ايه أبو طلال الشيخ ما غيره. ايه يعطيك العافية يبا. هذا أبو طلال اللي على العز مرباه، فيها الطناخة والكرم والمروة. خذها نصيحة واترك اللي ترجاه، من شاء لا يزعل ولا يضيق جوه. أبو طلال اللي على العز مرباه، فيها الكرم والطناخة والمروة. كفو تستاهل، عساك سالم وغانم. عطوه اللي يبي عطوه. لا أبشرك الحمد لله الصيد السنة هذه طيب الحمد لله. يلا واحد أبشر. شف شف عمر، ورا ما تقوم قدام الشيخ تقول لك بيتين شعر؟ أنا؟ هي ابن الحلم وجهك وجه شاعر، وإذا قال لك اطلب قلبي البندق. بس أنا مالي في القصايد، تخصصي شيلات. أقول يا شباب خلوا الموضوع علي، شوفوا التركي شو بيسوي، تفرجوا. يا شيخ أبو طلال أنا عندي قصيدة ممكن أقولها؟ أسلم. هلا مبروك. ساكم الله بالخير. خلصك الله بالنور. صبولي من الكيف وارهولي من الدلة. دلة البنا الأشقر، البنا الأشقر يداوي الراس فنجالة فنجالة. الله الله عليه. أقول على هونك يا الأخو، أقول يا جماعة الخير هالحين القصيدة هذه مهيب للشاعر خلف بن هذال؟ إلا يا شيخ هذه قصيدة خلف بن هذال نفسها يا شيخ. أجل وش قاعد يقول هذا؟ صبولي. أقول القصيدة معروفة وشاعرها معروف، انثبر مكانك الله يحفظك. سم شعب أبشي طلب. الله يفشلك زارف قصيدة من النت مسوي تسوقه على الشيخ. شكرا يا جماعة الخير، كنت بنقذ الموقف، ما توقعت ان الشيخ دقيق لهالدرجة. وراكم انتم اجل تنقف الموقف يا السبك. ها سيبوا الامور عندي، ازهمها انت وهو. ازهموك 10 سكن في زاوية. تعال تعال لا تتحمس يا ليل ام الشيلة يا عيال. شيخ ابو طلال عندي قصيدة شعرية. اسلم. ابو طلال حبك في قلبي ساكن وانا قلبي مو متين، من حبه يا ناس يا هو جاني سكر، ادوني شويه انسولين. حبشتك ويا حبشتك والقلب من ابو طلال اشتكى، اليوم لقيته هي فرحه هي فرحه، وحبشتك وبشتك وشكشك. الله يوسع صدرك بالعافيه وسعت صدورنا. لا 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 نبيك كل يوم تجي عندنا نية. ما شاء الله عليك، اطلب اطلب اللي تبي. ابغى 10,000 بس. تستاهل تستاهل، عطوه عطوه. امشي قدامي. تبيعنا وتجحدنا يا قليل الخاتمة يوم قربنا ناخذ البندق من الشيخ يا ورع. ويا ليتك جاحدنا على حاجة تسوى 10,000 يا براطم يا عبسي. سري 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 اقول لك. اي انت حول ايش فيه؟ اسمع شكش، الحين الحين تروح جيب بندق حمد المنفذ بأي طريقة،
تفهم ولا ما تفهم؟ لا ما افهم. والشيخ اداني الفلوس هذه لي. الشيخ اداك الفلوس لي ها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا هلا. وش عندك الحين؟ عاد ارجع العشر الاف واخذ البندقيه دي. عطوه الليبي، كل الليبي عطوه يستاهل. بتصل باذن اللي ما تنام عينه. لا تتسرع ولا تجزع. كرسي المشراق بتلقاه بهالمكتوب اللي يدلك على الكنز. حلو، قربنا نلقى الكنز يا عيال. بس يا جماعة وش ذا الكرسي اللي يتكلم عنه؟ كرسي المشراق حق جدي اللي شاله راجو. ايش ابغى اسوي كلام دحين؟ اول قول كت اوت شلي جاوب بر. هدي شوية شوية عشان قرقر. ايش ابغى دحين؟ انت معلوم كرسي اول شيل من غرفة؟ اوه هذا كرسي انا بيه، صديق تاني غرفة موجود. هم عاد يا هذا الليل يا جماعة الحين شو السوات يا عيال؟ خلوها علي يا عيال. معلوم فين مكان غرفة هذا؟ كيف ما في معلوم؟ ايوه معلوم. أبي السلام عليكم صديق. وعليكم السلام باي. انا كفيل وودي برا بدر و شيل فلوس كله بدر و الدنيا خرابة. انا كلام مسكين، انا ليه اسوي كده؟ هو كلام انا ما في معلوم. انا ايش هذا اسوي دنيا؟ انا هذا كنت اسوي دنيا. انا تمہیں معلوم ہے کہ آج کل حالات کیا چل رہے ہیں نا؟ کوئی بات نہیں، اندر آجو اندر آجو 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 بابی بھی آتو 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 میں تیر والا نہیں بھائی، اندر آجو بھائی آجو 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 تازو 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 تازو. سلام علیکم. بھائی ایچ فی أنت في نومنا اليوم، أوكي؟ نومنا؟ أنت نوم اليوم هنا، ثاني يوم، ثالث يوم، أنت في روح، دور ثاني مكان، كويس؟ كويس. تعال. باي. ها. الله يستر يا عيال، الله يستر من عامر ذا، ما أدري إيش مسوي، أكيد هيتنكب وينكبنا معاه. يا أخي عامر كفو وذيبان، وبيجيب الكرسي طرق. تدرون انا وش اللي قاهرني يا شباب؟ انا ودي انه انا اللي سويت دور الهندي صراحه. انا اساسا مدمن افلام هنديه. شوف ما كفاك الزيت والفرقه اللي في شعري؟ وراك يا رجال اسكت وتلاير، نسينا موضوع القصيده اللي قبل انكبتنا فيها ولا لا؟ يا عيون عامر ارسل رساله يقول الامور مره تمام وان شاء الله الوعد الساعه 2 عند باب العزبه. يا اخي ما قلت لكم عامر انه كفو ذيبان؟ كفو عليه. ما يبطي بالسيل إلا كبره، ودامك صبرت وصابرت فبشر بالخير رح لم الروضة الشرقية لحور. يا جماعة يا جماعة ما تلاحظون إن السالفة طارت شوي؟ شكل جد عامر ذا قاعد يطقطق علينا. أي كمل يا ابوي تحصل وصف حق الكنز. كمل وش وصف كنز وما كنز يا جون سيلفر الحين؟ قرب الكنز يا عيال، بنلقاه ونفل أمها. يلا عيال كفو كفو أمتكم يا عيال. اي تراك وترتر بالتراب هذا، بعدين ايش عرفك انه الكنز هنا؟ لا تنفخ لا تنفخ، تفهم ولا ما تفهم؟
انا متاكد ان الكنز هنا بالضبط. يا ابن الحلال انت ويا، انا حاسبها مره من اول ما دخلنا الردميه، يقول خل حجاجك شرق وهذا هو الضلع، احسب 10 متر تلقى الكنز هنا. انا حاسبها بالمتر يا ابن الحلال. شوف انت تراك ضايق وصدني وقافله معي، وش اللي حاسبها 10 متر مع 10 متر يا اخي؟ انت جاي تفرش بيتكم ولا جاي تحفر الكنز؟ ترى بهالفاروق اظنك لا اخلي الشمسيه تدور هليكوبتر وتطير فيك يا كيوت. يا عيال ما لها داعي نفصل على بعض، خلاص همتكم، قوم من تعاونوا ما ذلوا. عطني انت يا ايه. بسم الله بسم الله. وصلت يا مال الغناء، ومن صبر نال، والصبر مفتاح الفرج. هذه وصاتي لك، احفظها زين وورثها لعيالك وعيال عيالك، وعسى الكنز مبروك عليك. ومزعجنا انت وكنزك وجدك ذا اللي مسوي فيها حكيم يا حساوة ظهرة، حتى تعبنا على الفاضي. فقي برد البوكس حقي واحد واثنين وثلاثة، ورجع العشر الاف اللي اكلتها. ايه وانا وش دراني ان جد مسوي فيها الجاحظ؟ مسوي فيها الجاحظ؟ تلايط واسكت يا وجه النكبة. يلا يا عيال. اركب بديتي احنا شباب البر. عاد لاحقيني هنا. هلا والله براعي التميس البطل. مرحبا. وين حقي؟ زاد سلطم حبيبي. كفو. بسم الله. لا اله الا الله. طال طال ما في مالهم تكتي يا حبيبي. طال طال لازم علميتهم انت ما في مالهم. وش بك انت؟ سلطم واحد دوره. الاسان مالهم كيف قطيتهم تميس. وش دورته انت تتوجه؟ هذا دوره تعليم كيف قطع هذا التميس زبطه. أم عاد دوره فاتت بتاع التميس. ايوه لازم كل الدنيا لازم تعليم. حصل حبيبي. هذا كرت رقم يوم زوم هايزي انا علميت ام عاد دوره كيف هذا تكتيك. اتحداك يا شيخ. ايوه. يا ابوي فين انت عايش؟ اللي ما يدخل دورات هذه الايام ما يفهم حاجه. لا وعامر ميزة الدورات التعليمية هذه تفيدك في أشياء كثيرة ما تتعلمها في المدرسة وتفيدك في حياتك ترى. وغير هذا الكلام تقوي السي في تبعك يا ابويا. دورة من هنا دورة من هنا، بدل ما انت مبروز شهادة الثانوية وجالس في البيت. اتحداك هذا الكلام اللي يجمد على الشارب. بس المشكلة الدورات المجانية تراها قليل جدا، والدورات اللي عليها الكلام تهز الجيب شوي، دراهمها واجد. الحين زاد نسدح بالبيت وتبطح عاطل باطل وجاي تبي قروش بعد؟ يا يبا الفلوس دي ما نمسافر بها ولا نمستانس، هذه رسوم دورة تدريبية. وش دورته؟ زي الدروس، يعني تقدر تقول جامعة صغيرة نروح لها ونتعلم منها حاجات جديدة تفتح لنا أبواب رزق، يعني بصير مثقف. بس يا عامر ما كنا المبلغ اللي طلبته واجد؟ أي واجد يما، أقل دورة تدريبية الآن 1000 ريال. أنا بعطيك القروش بس تراها دين. دين دين، أبشر بعزه. السلام عليكم. عليكم السلام. عندكم دورات؟ أي دورة بغيت؟ دورة المياه. تستهبل؟ لا أقصد يعني دورات هذه اللي تنحط مع السيرة الذاتية اللي تعزز الثانوية وكذا. تفضل عند الاستقبال استفسر منهم. أتحداك يا سكنت البطل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، كيف بدي أخدمك؟ كم الدخول يا ولد؟ دخول وين أخي؟ أقصد وين يقصون التذاكر؟ يا حلا حليشك يا زلمة، شو قصة تذاكر؟ شو فايت على سينما أنت؟ قصدك اسمه رسوم الدورة. هاي أخي الكريم، بإمكانك تفوت على الموقع الإلكتروني تبعنا وتسجل فيها، بما أنه اليوم آخر يوم بالدورة، فيك تدخل عليها وتأخذ فكرة وتسجل معنا بالموقع الإلكتروني بالدورات الجاية إن شاء الله. إيه طيب، وشلون أدري إن الدورة جت؟ بسيطة. شرف يا أستاذ، وين راحت الدورة؟ بتسجل لي اسمك هوني ورقم تليفونك وإيميلك، ورحنا نرسل لك كل شيء على إيميلك، بوصلك كل شيء، يعني جاهز، كل شيء جاهز. لا وأنا أخوك، فك من رسائل الإيميلات هذه، ما أعرف لها. خلاص خلاص، مو مشكلة، أنا بدخل تويتر وفتش عليكم. أنتم جن في كل مكان. حبينا نخدمك رحنا. يحر حريشك. مثل ما ذكرنا سابقا، لا شيء قابل للفوات، كما أن كل شيء قابل للصواب والخطأ. أنت معايا ولا نايم؟ صحصح يا بويا، صحصح. خصوصا أن كثير من الناجحين في العالم حققوا أهدافهم بعد سن 40. المهم التفاؤل والنظر للجزء المملوء من الكأس وعدم اليأس. معلش معلش يا عامر، والله انا اسف. لا عليك يا كفته، كل شيء في الحياه قابل للصواب والخطا. خذ هذه الكره واستمتع بوقتك انت واصدقائك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايش ابو عامر؟ اكيد ركبوا جني. انا بس بعرف وشلون تجيني رسالة اللي قاطعني شعره وأنا ما عمري قطعت شعره؟ شلون علميني؟ يا ابن الحلال، يمكن إنك ناسي ولا ساهي؟ ساهي؟ والله ما ساهيت، ماني ببزرنا. خير يبا، جايتني رسالة يقول لك قاطعني شعره وأنا ما قطعت شعره. الأمر الإيجابي في الموضوع أنه لم يقع حادث سير عندما تجاوزت الإشارة وتوفيت لا سمح الله. انظر إلى الجانب المملوء من الكأس. وشو كأسه؟ أنا ما عمري قطعت أي إشارة. عامر وش فيك؟ أنت ما تشوف أبوك معصب؟ وبعدين تعال، إيش تتكلم كذا؟ ألا تؤمنون بالتغيير الإيجابي؟ ألا أنا آمن بالتغيير الإيجابي. أبا قوم أرمغ فيك لا ما يتغير لون وجهك. أذب. إن العوامل المؤثرة على الذات ينعكس تأثيرها على الإدراك، مما يتجسد فسيولوجياً وسيكولوجياً على الشخص، ويولد هالات سوداء تنعكس على مكنوناته ويتفاعل معها طردياً في تعامله مع المجتمع. طيب التفاعلات التأثيرية تنبثق من الفسيولوجية أو السيكولوجية؟ كلاهما ينصب في بوتقة اللاوعي، مما يقود الشخص لمرحلة طويلة من التفكير في حلقة مفرغة لا نهاية لها. طيب تظهر بعد سن 40 أم قبل سن 40؟ سؤال مهم يا ابني، لكن الانتكاسات والنجاحات لا عمر لها. من لا شيء تستطيع عمل شيء. كمل الإنجازات، أوجدت من العدم. معلش ممكن توضح لنا يا أستاذ؟ لما تخرجت من الثانوية العامة أهداني أبوي مبلغ بسيط، حوالي 100,000 ريال. كونت بهالمبلغ شركة عقارية صغيرة. بعد الجد والمثابرة استطعت أني أحول هالشركة العقارية الصغيرة إلى شركة عقارية عالمية. بس لا مؤاخذ أستاذي، يعني لو أي أحد فينا معه 100,000 ريال أكيد راح ينجح. طيب ما في أي أسباب أخرى للنجاح؟ لو أي واحد فيكم حصل على هالمبلغ، أنا متأكد أنه يا حيسافر فيه أو يصرف في كماليات وأشياء ما لها داعي. ليس باستطاعة كل إنسان أن يكون عصامي. خير، وش فيكم؟ زوجها الله يهديه تهاوش معها وجدعها عندنا في البيت. طلقها.
أعوذ بالله من فالك، لا هي بس شوية مشاكل. مها فهميني وش الموضوع بالضبط؟ العيشة مع ما تنطي لسانه مرة طويل وبس يجلس يخاصم الهاوش، أنا ما أبي خلاص. خلاص موضوعك بينحل، بس سمتك فين؟ خلينا لحالنا. مها، المزاج هو خليط بين قناعات مكتسبة ومكنونات داخلية ومؤثرات خارجية تتكون من انفعالات الفرد اتجاه الوشو يا ربي هذه نسيتها. عامر واللي يسلمك بلا فلسفة وقرقرة زايدة، اللي فيني مكفيني خلاص، لا تخليني أحد حرتي فيك. لا خلاص تذكرت، اتجاه المجتمع الصغير الذي يحيط به. عامر خلاص عندي الحل. أخواتي الكثير منا لا يعي أن الحب شيء ثانوي في الحياة الزوجية، وأن المهم والأهم هو التفاهم والاحترام. أخواني يجب أن أعرف ماذا يكره الطرف الآخر حتى أتجنبه قبل أن أعرف ماذا يحب. الحقيقة أنا اطلعت على الدعوة كاملة، لكن ودي أسمع التفاصيل منكم وأبدأ في المدعية. تفضل يا بنتي. شوف يا شيخ، الحياة مع هذا الإنسان لا تطاق نهائياً. تخيل أنه يضربني ويعذبني ويشك فيني، ولا وفوق هذا كله مقصر في نفقة عياله. الحياة معاه جحيم في جحيم يا شيخ. تقر بهذا؟ تذوبه يا شيخ، والحريم كذابات ما ينخذها رجل. وإذا على الضرب ضرب الخفيف ما يوصل للمحاكم يا شيخ. شكرا لك، على خير إن شاء الله. أنا آسف يا جماعة قطعت الحوار أكثر من مرة، بس والله مجبور يا جماعة، اتصالات ومهام وشركات، وهذا يقول وينك وهذا يقول خلصت الموضوع لما خلصته. خلوه على الله، الله لا يشغلنا إلا في طاعته. يا أخي ما شاء الله عليك دائم مشغول وجوالك ما يسكت. جوالي ما يسكت وانطفى أكلت هوا، لأني متعاقد مع شركات إعلامية ومؤسسات ومنظمات ومدرب معتمد ودورة هنا ودورة هناك، هذا حال الدنيا. وعسى إن شاء الله المردود المادي زين إن شاء الله. السؤال هذا أنا ما أقبله منك أبدا. إيش المادة والمادة؟ أنا ما أهتم بالمادة، آخر شخص يفكر في الفلوس أنا، هذا وسخ دنيا. أهم شيء خدمة المجتمع والبذل والعطاء، الباقي فلوس تروح وتجي. يا أخي ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، كل شيء تفهم فيه، وما أبقى موضوع ما سويت فيه دورة، ما باقي إلا تحط دورة ميكانيكا. فضل صدق فكرة، ليش ما أقدم دورة ميكانيكا؟ أقدم دورة طبخ، دورة ميك أب، أي شيء يخدم المجتمع أنا ممكن أقدمه. أنت يا رجل تتحدث عن خريج هارفارد، خريج كامبريدج، خريج إكسفورد، ما يرتاح بالي إلا كل 5-6 سنوات أخذ لي شهادة بكالوريوس. والدورات هذه اللي أقدمها للناس بأسعار رمزية هذه مجرد زكاة للشهادات اللي عندي، ولا أنا موسوعة؟ يا طيبك طيبة، صراحة أنا أتمنى وأدعي الله كل يوم أن ولدي يصير مثلك ومنهم على شاكلتك. صراحة أنت فخر للوطن والمواطن. الله يسلمك ويخليك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. وزي ما قلنا البصل ناعم. إيش؟ ناعم. والفلفل أخضر. تمام. حجيم وش ذا؟ وش اللي صاير؟ هم عمر ترى عمر يبا تعال معي شوي. وش اللي صاير علميني؟ وش اللي صاير يبا؟ بعدين اشرح لي بس تعال معي. ليش ايش تشرح لي؟ هات عندك يبا. معلش يا بنات اسمحوا لي. الا بعرفه قاعد بيسير العزة. يبا هذول ما يسيرون، امي تقدم دورة تدريبية لطبخ الاكلات الشعبية. حجيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد الأستاذ أحمد عفواً. أي أستاذ ويخربيط طيب، وشلونك عساك طيب؟ بخير مال الخير. عرفتني ولا ما عرفتني؟ والله الوجه مو غريب لكن ذكرني فيك. نسيت التكية اللي في الزاوية عند الكيبل. ما تكي بزوايا أنا يا جماعة. تذكر خالد ذاك اللي طقنا وخذنا في سحته؟ يا جماعة أنا أذكره كويس، هو عبيد معنا في الفصل بس عليه قل صح يعني،
هو مشبه على واحد ثاني، مشبه على واحد ثاني مو بنا. ماني بمشتت، تذكر يوم انقلب انقلبنا وياه على ديتسر خارجنا الله. لا لا ابدا ما حصل هذا يا جماعه. بيت حبيبي شلونك انت؟ سايق الحمد لله يا انا اقدم الحمد. دورات شوف يعرفوني الشباب، اسالهم اني اسال اي واحد في الرياض قل منه احمد اللي يقدم دورات معتمده على طول يعرفوني. إيه؟ انا اقدم دورات وباسعار رمزيه، وعشانك لك خصم 30% في الفندق اللي جنبنا ان شاء الله نهايه الاسبوع. اقدم دورات معتمده انا، ما يشرفني. لا انا استاذنكم يا جماعه، يبدو الموضوع فيه لبس. هو ايش يقول يا ربي؟ يقول انه مدرب معتمد ويدرس في هامبورغ وكارفور. تذوب يا الربع، انا اعرفه، عايد انا وياه ثالث ثانوي 5 سنوات وما عداها لين نقل اهليه ونجح بتقدير مقبول. كن انت. انا كن مؤمنا بذاتك. ما فهمت شيء يا استاذ، وش تقصد؟ اني بذلك عندما تصحو في الصباح الباكر انظر الى المراه وابتسم وقل انا احبك. يعني احب نفسي؟ نعم، اعشق ذاتك. احبك يا عامر، فديتك يا شيخ، انت البطل البطل، فديت العيون الحلوه يا هو، انت احسن واحد بالحاره، يا لب الثوب البني بس يا هو، انت يا بني يا بني انت يا هو، اتحداك يا شيخ. عجيب والله، الظاهر انك انهبلت خلاص، فصح عقلك، قاعد تطلع المرايه وتحسن نفسك فيها، وش بقى؟ علمني. ها ايه ايش بقى يا فقي؟ مخروش انت مخروش. لا بس ما انصحكم تكونون انتم يا شباب، انتم افضل لعيبه محليين، بس ينقصكم الثقه، اهم حاجه الثقه بالنفس. اديكم مثال، حسين شعرك اخضر، ها شفتوا؟ شفتوا الثقه كيف عنده مهزوزه؟ ما نبغى الكلام هذا، نبغى الثقه بالنفس عاليه، ما يهمك احد، خلي ثقتكم بنفسكم عاليه، حطوا براسكم حتفوزوا، والله باذن الله حتفوزوا، اهم حاجه الثقه. شكرا شكرا، بارك الله فيك، والحقيقه تشكر على هالكلمه الحلوه، اتمنى انه هالكلام الطيب وصل لابناء اللعيبه علشان نحقق الفوز وننتصر. أجل ثقة بالنفس ها؟ وأقنع نفسك، هذا حنا لقمنا منهم 4. طيب يا أخوان، أطلب من كل واحد منكم الآن يوقف مكانه ويخلع ثيابه. إيه سلامات يا بوي، طقطق علينا أنت، شايفنا هطوف عندك، وش اللي أخلع ما أخلع؟ يا ابني إحنا الحين قاعدين نسوي تجربة لتكنيك إحدى وسائل الإقناع. يا أبتي انقلع أنت وإقناعك ذا، سلامات، ندفع فلوس وتخلينا نخلع؟ أبخلع أنا. أشغلتونا دورات ودورات، تساعدك بالوظيفة ومدري وشو، وأخرتها شفط فلوس. يا ابن الحلال أنت بعير ما تنسى، خلاص انسى يا ابن الحلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من ذا؟ أعرفك على زميل الدراسة معاذ. هلا هلا معاذ. هلا. تفضل الله يحييك. نعم بحالك. حييك. نرجع لموضوعنا ياسر، الدورات هذه اللي بلشتوني فيها من يعوضني بدراهمي؟ ها؟ يا هو يا ليل ام وضيعكم هذه، الفكونا، لا تهرجونا مع الولد. يا شباب ممكن تتطفلوا شوي وتتدخلوا بموضوعكم؟ لاني وانا جاي من برا سامع صراخكم. عادي، تطفل. ممكن اعرف وش الموضوع؟ شجعوني اسجل في دورات تدريبية، وسجلت دورة، دورتين، 3، ودفعت فلوس، إيجابية تطوير ذات ومدري وشو، وآخرتها ما استفدت شيء، كغ دراهم بس. حتى انطحت فيها؟ وبعد تضحك. أنا أقول لك الفرق، هي تعتمد على كفاءات المدرب ومؤهلاته وتمكنه من موضوع الدورة والجهة التي تقدم الدورة. أنا ما يهمني كل هالبربرة، أهم شيء أعرف كيف أرجع فلوسي. أنا أقول لك بس خلي السالفة بيننا. سام
مبروك، الحين صرت مدرب معتمد وزميل مهنة. أتحداك يا شيخ، يعطيك العافية، ما قصرت. يس. إذا أردت أن تتأكد بأن الخروف جيد فعليك أن تحسس على ظهره، فإذا وجدته مليان خذه، وإذا وجدته هريان فأترك، لأنك لست بحاجة إليه. هل فهمتم الدرس؟ أركب بديتي. إحنا شباب البوم. ياه شباب البوم يا. هلا حياكم الله، هلا عشا ولدنا مشعل عقب تخرجه من الجامعة بأمريكا. الله يعطيك العافية ويكثر خيرك وعقبال عامر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وشون أمورك إن شاء الله بسهلة؟ يا الحمد لله everything was great there. أوه ما شاء الله دازها، يتكلم مثل اللي في الأفلام الأمريكية. إيه أصلا إذا تكلم في ترجمة من تحت ما تشوفها. تفضل تفضل تفضل. عاد لا تكسحني. كفو يا ذيب. مبروك تخرج أخوك مشعل. الله يبارك في عمرك يا قلب. مو ناقص الحين إلا الزواج. أكيد حاط عينه على وحدة. والله أظن إنه مشعل ما يفكر في الزواج الحين. ما شاء الله عليه، يعني مو ناقص إلا بنت الحلال. أنا أنصحكم تزوجون بوحدة من قريباته. صراحة أنا أتمنى واحد مثل مشعل، مثقف متعلم كذا. وش رأيكم لو نغير الموضوع؟ أيوه. يلا حيا يلا حيا. الله يحييك. عندكم مستراحة في أمريكية؟ يا غبي، أول شيء اسمه مو أمريكية، اسمها أمريكا، والاستراحة هناك يسموها استراحة. استراحة فلبيني أنت؟ فلبيني تكفى يا ولد العم، أبد أدزها لأمريكا بتعلم لغة هناك. Don't worry my cousin, I will prepare everything for you there. شو كزمة ذي؟ ما عليك يا ولد العم، أرتب لك كل شيء هناك. كافو يا الذيب. ويلكم عمر، كم؟ هلا والله بجون. هلا والله عمر. ورا ما شلت الشنطة يا الزلابة. الشنطة ورا ما شلتها. باق ورا ما شلتها. أبسايز. أبسايز؟ يلا. أوريك. عمر، come meet my parents. This is my dad. هلا والله بداد. ويلكم عمر. هلا وسهلا. ويلكم. ويلكم تو يو. هلا وسهلا. This is my mother. Welcome, Amr. هلا وسهلا هلا. It's okay, shake her hand. No. It's okay. No, please. No, please. Don't worry about it. Come on, I'll show you your room. Okay. I'm sorry, huh? يا ليلة دانا لا دندانا، يا ليلة دانا لا دندانا. يبي لها غسيل وقوي دي. هذا غسيل كوي مستعجل يا خالة. واتش. اكسكيوز مي. ولا تزعلين، عادي، مهم مستعجل. This is the washing machine. Serve yourself. وراها دي زعلانة. وين الصابون بس؟ عمر. Where are you? I am here. ما عندكم شطاف. What are you trying to say? شطاف حق المويه هذاك اللي تش. I don't understand. طيب عطني كاس مويه. Glass water. You want a glass of water in the bathroom? Why? Because you know, I don't even want to know. I'll go get you your glass of water. هنهم افا سايلنت. ما في علوم رجال وانت منهم وكذا وحركات. وش ذا مقلطين بعد المغرب؟ What are you saying, Amr? اقول مقلطين بدري تونا مصلين المغرب. Please don't speak in Arabic. اوكي نو بروبلم، والله لا اكل معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خنزير. What are you talking about, Amr? هذا اللحم، لحم خنزير. Amr, I don't know what you're talking about. What are you trying to say? Oh, no, it's okay, Amr, it's not. Oh, no, it's not that either, Amr. No, Amr. Ooh. وشو؟ Ooh. إيه بقر. إيه بقر عادي ما هي مشكلة صديق. كويس البقر. بس خنزير حرام. بسم الله. Amr, not with your hands. Use your fork. وشو ما فهمت عليش. Amr, your fork, Amr. Use your fork. هذا نظامكم. الله يكرم النعمة بس يلبى طبخ الوالدة. الحمد لله شبعت. No, Amr, sit down and eat everything on your plate. That's how we do it here. She's the boss. غصب يعني. Good morning, everyone, and welcome to the class. Today we'll have a lesson أتحداك الفصل البطل. إيه هذه الفصول مو بزي حقتنا. I'm sorry. What is your name? I am sorry. I am Amr. Amr, and you're supposed to be in this class. وش اللي supposed to be in the class؟ لا يكون تسبيني. أقول أدرس هناك. لا يجي التيتشر الحين في الفيس. Well, I am the teacher, so if you don't mind, just take your seat. I am sorry. No, understand. Hello, Sahla. Hello, Habibi. Ah, Filipino. Good, Filipino. لا تزعلين. وراء هذي. I am sorry. Oh, تحداك. مدن إيطاليا. Portugal. Good. Portugal, orange. صح, orange. Saudi Arabia. Hello, Sahla. I am Amr. باولو أتحداك. You know كريستيانو رونالدو؟ Yes. كريستيانو رونالدو كل سعودية هبو. Love. Good. Love. ميسي نو. ميسي. Okay. أتحداك. So class, now we're gonna do an exercise. Just please listen to what I'm going to read. The Orient Express. The Orient Express was a train route that went all around Europe. The line started from Paris and went to Istanbul with many stops in between. The first train left from Paris on the 10th of October of 1882 around 6:30 in the evening and got to Vienna the next day at 11:20 at night. يا استاذة هذا ابو هنود ما اشوف منه. اقول ورا ما تسكت انت تراك ازعجتنا. اركد بديتس تعرفين سعودي؟ ايه تابعين القناة الاولى صح؟ اي قناة اولى؟ انا سعودية اصلا. عندك شيء؟ سعودية؟ تغطى يا ملأ. Don't see. قسم بالله أي واحد يناظره بفقع وجهه. Teacher no problem. Available with advanced keyless technology. Control everything. بعد ما افتتح العروبة. وجايب خويتك هنا في البيت عند أمك وأبوك. أتحداك يا شيخ. Who is this? This is Amr. He's living with us. He's here to learn English. Oh, okay. Nice to meet you. No. He doesn't shake hands with women. Oh. أنا ما أسلم على حريم. بس أنت عادي. هلا والله سهلة. هلا والله. تفضلي. Thank you. يلا حيا. هلا والله سهلة. Come. كيف الحال؟ شخبارك طيبة؟ ترى ذا زلابة. Amr, this is my sister, Rachel. She lives on campus. يعني أختك. ما دريت والله أنا آسف. Amr, come sit. عادي عندكم. Yeah, let's go. Sit here.
هلا والله تحداك جوكم البطل. هلا والله بشر. جوهم بيض ذولا نايمين الساعة 8 الحين تلقى العيال بالاستراحة بلايستيشن وبلوت وفلين أمها. أبوك يا الجو الفكوك يقرأ كتاب بالليل. Good morning. No, it's good evening. Good evening. No problem. But because طفشان outside working بلياردو أي شيء. It's bedtime now. We're not going outside. It's time for you to go to bed. Please, Ammo. Please, come on. Come on. I said, go back to your room. لا تنفخ. تفهم ولا ما تفهم؟ سوي مثقف توجهك. أبوك يا الطفش. الحين وش قاعد أسوي؟ أسولف مع نفسي ولا وش أسوي؟ أبوهم فكوك ذا. Come here, boy. Come here. Come with me. Come on. Come on. You alright? Hey, وين رايح أنت؟ وير؟ The dog's a little bit disturbed. I'm gonna go take him for a walk. أتحداك يا شيخ. وأنا من اليوم أقول لك طفشان ومزلبني وآخر شيء طلع الكلب. طب اعتبرني كلب. I will go to America. Is it a past tense sentence, present tense, or is it written in the future tense? Yes, please go ahead. أسل يد لا ترفعينا. شو الإجابة؟ Future. شو؟ Future. طيب خلاص. تقول future. Correct. Very well. يعني صح. صح. صفقولة تستاهل. بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. ورا ما تساعد ابوك. What? اقول ورا ما تساعد ابوك help me father. No, it's his turn. It's his turn. Not yours, his turn. ايه خلك على الغفلة. His turn. Excuse me. I need مساعدة help. You want to do this? Yes, yes. Thank you, Amr. I appreciate it. هلا بشويش يا عم. على والله هلا. Appreciate it. على عم. Thank you. بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات شارع عريض وجنوبة كنا سباق الراليات. Thank you, Amr, for helping me. Appreciate it. No problem. حنا تعلمنا الصغير يخدم الكبير. The young help the old people. Clearly, your English is improving. أتحداك ما شفت شيء. Because I study hard in school and home with you. Who's this? This is my grandfather. جدك. What is he now? In an elderly home. أفا. Why? It's normal. It's a place where old people go. We go visit him once a year. Hey! Hey, John! How are you? I'm great. How are you? Doing well. Good to see you. It's been a long time. It has been a long time. Come on in. You'll have to meet Amr. He's from Saudi Arabia. Good evening, Amr. هلا والله وسهلا. يلا حيا. Who's this? This? This is my uncle Jim. He's been traveling around for a while. Oh, uncle! يعني عمك. أتحداك يا العم البطل. أرحب أرحب. القهوة يا ولد. القدوع القدوع. أرحب. يلا تحييه. What the? Oh my God! What are you doing, Amr? السموحة يا رجال. هذا مو بواجبكم. دورت على حاشي ما لقيت إلا هذا الهرفي. Uncle Jim, how was Tokyo? It was fantastic, John. Amazing city. You got to visit someday. Really? Yeah, it really was. Ready. Welcome. Let's go. Welcome. Wow. يلا حيهم. Amr, what is this?
This is beef, cheap. يلا حيهم يلا حيهم. هلا والله وسهلا. هلا بالأمكل هلا والله. ترى ذا مو بحقكم ها؟ سموا سموا سموا. سموا سموا سموا. إيه كفو يا جون كفو. يلا سموا 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 لا تستحون. Good. Good. يلا حيهم يلا حيهم أرحب. Thank you. يا هلا والله ومسهلا. يا هلا والله ومسهلا. Thank you. Welcome. This is delicious. Thank you. Amir, thank you for everything. This is Arabian coffee. Good. Very good. علشانك عم جون أبشر بعزك أحبك أموت فيك أنا. What is he saying? Because you're John's uncle, I like you. Thank you. Thank you, Kentucky. Thank you. أربع عكك 400. Four aces, 400. Four aces, 400. Good. أربع عشرات 100. Four tens, 100. Four tens, 100. Very, very good. Very, 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 very good. الحين أبعلمكم الحكم. Okay. الأول بس حكم يا أشكال ما أنت بعاقل يا كنتاكي أوريك الحين الميدان يا حميدان Teacher, the ship is cheating. Out. Seriously? والله حرام. انقلع. ما عندنا أحد يغش هنا في القاعة. محتاج مساعدة شيء. أبغى تحت أمرس. دربت 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 Good morning. Good morning, Amir. How are you today? I am fine. Thank you. Would you like some coffee? Yes, please. So, Amir, you finished your studies and graduated. And you're going to be leaving us in 2 days. We're really going to miss you. I will miss you too. I learned so much from you. No, Amir, it is us that learned so much from you. And because of this, we want to throw a party for you tonight. Will you accept this? Wow! Yes! Come on, let your body Yalla go! Yalla hayahom! Yalla hayahom! Yalla hayahom! Arhib! Arhib! Didi, ribbit, didi, ribbit, did. Some? Shukran. Some? Shukran. Wait, Amir. Jai, Jai. Oh my God! Atadak! Amir, where have you been? 1 minute, please. I have a surprise. Surprise. Dad. Grandpa. Thank you.
This is his home. We missed you, Dad. We miss you, Grandpa. Welcome home. مركز بدايتي.